ان الانتاج الصناعي سيقرر من سيربح هذه الحرب وسيستلم. بهذا القول افتتح الدكتور غسان ديما مقالته النصر الفاشيه في جريده الاخبار مع مداخله رئيس قسم الاقتصاد في الجامعه اللبنانيه الامريكيه. اول شيء مساء الخير، شكرا للدكتور علي والجمعيه على هذه الدعوه الكريمه. يعني حاتحدث حول البعد الاقتصادي في الانتصار على الفاشيه. يمكن الدكتور سيرجي حكى بعض الامور اللي تتعلق بالقاعده او القاعده الماديه للنصر على الفاشيه. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي طبعا بعام 1991 تم الحكم بشكل سريع على الاقتصاد الاشتراكي واساليب التخطيط المركزي التي تبعد الاتحاد السوفيتي من 1928. وطبعا اعلن انه الراسماليه بعمليه تحويل الموارد او حشد الموارد الى الطريقه المثلى او النموذج الاقتصادي الامثل. طبعا بعد ازمه 2008 يعني فتحت امام الفكر الاقتصادي وامام السياسات الاقتصاديه افاق جديده، من حيث انه الازمه الراسماليه ادت الى ما ادت اليه في الولايات المتحده وخصوصا في اوروبا. مثلا نشوف اليونان واسبانيا اليوم، حيث واحد من اثنين من الشباب عاطلين عن العمل، وبالتالي هناك حديث عن جيل ضائع كامل في البلدان الراسماليه. بهالاطار هذا وبذكرى 70 للانتصار فينا نرجع نطلع على بشكل واقعي اكثر على التجربه الاشتراكيه في الاتحاد السوفيتي ما قبل الحرب العالميه الثانيه وخلال الحرب العالميه. طبعا بعد الثوره البلشفيه بعام 1917 يعني لم يكن هناك اي نظريه او نموذج محدد للاقتصاد الاشتراكي يمكن ان يبنى عليه، ما عدا ملامح عامه عن ملكيه الدوله والقضاء على الملكيه الخاصه. بالإضافة إلى ذلك حكمت ظروف الحرب الأهلية والثورة على النظام الجديد في روسيا ما سميها بشيوعية الحرب، ثم نتيجة مساوئ هذه التنظيم الاقتصادي تم اتباع سياسة اقتصادية جديدة أعطى حيزا كبير للقطاع الخاص والأسواق. ولكن بأواسط العشرينات في الاتحاد السوفيتي حصل هناك نقاشات داخل الحزب ومن حوله عرفت بنقاشات التصنيع بين يسار الحزب الذي مثله تروتسكي ومنظره الاقتصادي ليو بروجانسكي، والخط الاخر اللي مثله ستالين وبوخارين. هناك خط اراد الانتقال بسرعه الى التصنيع، الانتقال من اقتصاد الى بدنا نقول زراعي متخلف الى حد ما الى اقتصاد صناعي متطور. اما الخط الاخر اللي مثله ستالين وبوخارين كان الانتقال الى الاشتراكيه كما ذكر بوخارين على عربه الفلاحين. طبعا من دون الدخول بالتفاصيل وبالسياق التاريخي للموضوع، في عام 1926 حسم الامر لصالح الفكر الاقتصادي اليساري طبعا بقياده ستالين، وبدا عام 1928 الخطة الخمسية الأولى في الاتحاد السوفيتي. عندما هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفيتي عام 1941 كان الاقتصاد في المراحل الأخيرة للخطة الخمسية الثالثة، وتوقعت الأكثرية حول العالم، هي مثل ما ذكر الدكتور سيرجي الافتراءات هي ليست حديثة العهد، حتى بتلك الفترة الأكثرية اعتقدت أن الاتحاد السوفيتي سوف يهزم باقي دول التي اكتسحها الجيش النازي المتفوق منذ عام 39. واعتقد الكثيرين اهم بشكل اهم من الهزيمه ان الاقتصاد السوفيتي سينهار كما انهار الاقتصاد الروسي ايام القيصريه في الحرب العالميه الاولى. هناك حدث انهيار كبير للاقتصاد الروسي مما ادى يعني بدنا نقول البعض يتحدث عن كان الجيش الروسي يبعث الجنود الى الجبهه من دون سلاح فردي حتى لأخذ السلاح من الألمان. هذا لم يحصل. الاقتصاد السوفيتي لم يصفو مصمود فقط، بل برهن على تفوقه على الاقتصاد الألماني في تحويل الموارد إلى الاقتصاد الحربي، وكان ذلك العامل الأساسي، العامل الحاسم في الحرب. كما أكد مارك هاريسون الاقتصادي في جامعة كوريا أن الاقتصاد في النهاية هو الذي حدد النتيجة.
طبعا التفوق ايضا كمان ذكر الدكتور سليم لم يكن ناتجا فقط عن الكم. البعض يعتقد انه كمية الجنود السوفيات الكم الهائل من الضحايا في المعارك العسكرية هو اللي حسم المعركة، لا، ايضا الكفاءة الاقتصادية كانت اساسية بالنصر. يقول تشارلز مانشستر كتاب عنده كتاب حول حرب هتلر على روسيا ان التفوق الكمي للجيش الاحمر كان باكثره في الاعداد المتفوقه للدبابات والطائرات والقطع المدفعيه، وهذا حصل ليس لان الاتحاد السوفيتي كان يمتلك موارد اقتصاديه اكبر، بل لان اقتصاده الحربي ادير بشكل افضل من ذلك في المانيا. طبعا احنا بنعرف المقدره الاداريه للالمان والكفاءه حتى خصوصا في الايام النازيه. يعني لنعطي فكره بس، في عام 1942 عندما يعني في السنة الثانية للحرب النازية الألمانية على روسيا، كان الناتج المحلي السوفيتي إلى الناتج المحلي أو الدخل الألماني 70%. طبعا قبل الحرب كان الناتج الروسي أكبر، ولكن نتيجة دخول الجيش الألماني إلى مناطق شاسعة من الاتحاد السوفيتي وتدمير أجزاء كبيرة من الاقتصاد ومنه خروج جزء كبير من السكان من الاقتصاد السوفيتي، أصبح الناتج المحلي يعني حتى بال 41 90%، بال 42 70%، بال 43 70%. فإذا حجم الاقتصاد السوفيتي كان أقل من الحجم الاقتصادي الألماني، ولكن حصل عملية أولا الجميع بيعرفها هي نقل المصانع من الغرب إلى الشرق الروسي بشكل سريع كبير وإضافة مصانع أخرى، وأيضا التحويل إلى المجهود الحربي. مثلا رفع نسبة الجنود السوفيت إلى الألمان من 90% بال 1940، يعني كان عدد الجنود السوفيت أقل من عدد الجنود الألمان، إلى 45 1.5 أو 150%، يعني بسرعة كبيرة من 41 ل 42 ارتفع عدد الجنود السوفيات من 100% الى الالمان طبعا ل 130%، وحافظ الاقتصاد السوفيتي مقدرته على الدعم المادي بهذا التحويل. ايضا حصل كمان مفارقه، اذا بدنا مش مفارقه لكن مهم جدا النظر اليها، الارتفاع كبير في انتاجيه الاقتصاد المدني السوفيتي، لأنه صار في انخفاض كبير للعمال السوفيات بالاقتصاد المدني، وارتفع مثلا القيمة المضافة مثلا في الصناعة من 5500 روبل عام 1940 إلى 16000 و18000 43 و44، وبالتالي بالصناعة الحربية وبالتالي كان هناك ليس فقط تحويل الموارد بشكل انتقال مثلا عمال من قطاع إلى آخر، بينما أيضا ارتفاع في الإنتاج. طبعا هذا كله حصل نتيجة التحول الكبير في الاقتصاد السوفيتي بين 28 وال 40. بس بشكل سريع، بين 28 وال 40 عشية الهجوم الألماني زاد الناتج حوالي 5 مرات، الاستثمارات زادت من 3.7 مليار روبل إلى 43 مليار، الإنتاج الصناعي زاد 6.5 مرات، إنتاج وسائل الإنتاج هذا كان يعني كمان كان نوع من إذا بدنا نقول الأوبسيشن أو الستاليني إذا بدنا نقول، هي الآلات التي تنتج آلات أكثر من 10 مرات، زاد العمال عدد العمال في الاتحاد السوفيتي أكثر من 3 مرات، وزاد عدد سكان المدن، هذا كان مهم بالمعارك في الاتحاد السوفيتي، من 18% إلى 26 إلى 32% عام 1940. أيضا كان هناك خاصية للاقتصاد السوفيتي متفوق على الاقتصاد الألماني،
انه الاقتصاد السوفيتي اتبع طريقة الانتاج الضخم او الماس برودكشن بشكل اسرع من الاقتصاد الالماني بالعشرينات بأوائل. لينين ذكر عملية نقل الفكرة التايلورية من الرأسمالية الى الاشتراكية كطريقة لزيادة الانتاجية. طبعا انتقد لينين حول هذا الموضوع لانه هذه طريقة رأسمالية في تنظيم العمل وإلى علاقة بسيطرة الرأسمال على الطاقة العاملة، ولكن انتقاء استعمال اقتصاد الاقتصاديات الانتاج الضخم وخطوط التجميع في الاتحاد السوفيتي ادى الى تحديث الصناعة السوفيتية ورفع الانتاجية فيها اكثر من الصناعة الالمانية. كيف تجلى هذا بالحرب؟ بالصناعة بالانتاج الضخم هناك عملية standardization، يعني عملية يعني بدل ما يصنع انواع كثيرة من الدبابات مثل ما كانوا الالمان السوفيات ثلاثة ارباع تقريبا الدبابات التي استعملت بالحرب العالمية الثانية كانت T-34، وبالتالي مقدرة على الانتاج الضخم ساعد الاتحاد السوفيتي على تحويل الموارد نحو آليات عسكرية. وهذا حصل ايضا بالقطع المدفعية المتنقلة، والقطع المدفعية هذه كانت اساسية في حسم المعركة. ايضا كان هناك تركز بعدد المصانع او مناطق المصانع التي تنتج الطائرات والدبابات، وبالتالي استطاع الاتحاد السوفيتي ان يكون اكثر انتاجية من الاقتصاد الالماني اللي طبعا شهير بانتاجية. كمان ببعض يعني بعض الارقام هيك بشكل سريع، طبعا اتى الانتاج الحربي على حساب الاستهلاك بالاتحاد السوفيتي، وهيدا ايضا بيعطينا فكره عن طبيعه النظام الاقتصادي السياسي، يعني مقدره النظام الاقتصادي السياسي على تحويل موارد كبرى من الاستهلاك الى الاقتصاد الحربي هي ليست بالعملية السهلة بأي تشكيل اقتصادي سياسي بسبب طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي الاشتراكي في تلك المرحلة. استطاع الاتحاد السوفيتي أن يحول هذه الموارد مع قبول من الشعب السوفيتي بانخفاض انخفاض الاستهلاك، يعني مثلا انخفض الاستهلاك من بين 1940 ل 1942 من 122 مليار روبل الى 52، يعني باوضاع سياسية اقتصادية اخرى قد ينتج عنه هيدا عملية تمرد اجتماعي او سياسي، ولكن قبول المجتمع السوفيتي بهذه التضحيات كانت نتيجة الاقتصاد الاشتراكي والسياسة الحزب في تلك الفترة. مثلا كيف تجلت بالاعداد، يعني اللي بيقرا عن اعداد الطائرات والدبابات والقطع المدفعيه يعني بيتفاجئ بال40 وال42 كان 40 8000 طائره تنتج في السنه، 42 تحول 21681، 43 29873، ب 1944 33000 طائره حربيه، وبالتالي كان اساسي خصوصا بعد امتصاص الصدمة الأولى للعملية الأولى الهجوم الأول بال 1941 وامتصاص الصدمة الثانية اللي حاول هتلر عام 1942 والفشل فيها بالهجوم الثاني، الهزيمة في ستالينغراد والانتقال إلى كسر شوكة الجيش النازي اللي هي بعد انتصار في ستالينغراد هي اللي أدت إلى كسر الجيش النازي، وبالتالي حوالي السنة قبل نزول الحلفاء بالنورماندي عام 1944. والتحول بالمجتمع الروسي طبعا هذا كان أساسي من ناحية مش فقط قبول الشعب بانخفاض الاستهلاك وتفانيم وزيادة الانتاجية وتفانيم الانتاج الحربي، ولكن أيضا دور المرأة في القوات المسلحة في الأطقم المختلفة.
الطبية وما إلى هنا. وبالتالي يعني كما ذكر في الأول بالأول دكتور علي الإنتاج الصناعي وستالين يعني أنا رأيي الخيارات اللي اتخذت بالاتحاد السوفيتي لا يمكن الحكم عليها من قبل من خلال الحرب العالمية الثانية. يمكن لو برجع لبعض من الناحية الماركسية إذا بدنا نقول كنا رفضنا الخيار الآخر انتقال الاشتراكية على عربة الفلاحين كما أراد بخاري، ولكن الحرب العالمية الثانية برهنت على الخيار الذي اتخذ بالتصنيع كان أساسي في النصر السوفيتي. يعني لو هجموا الألمان وكان الاتحاد السوفيتي لا يزال بأوضاع صناعية أقل تقدما كان يمكن العالم الآن مختلف جدا. المفارقة اللي بيحكوا عنها الناس من بعض الناس طبعا مش كل إنه ستالين أنقذ العالم وأنقذ الديمقراطية مش بس أنقذ. وبالتالي كان الصراع أيضا مش صراع اقتصادي حتى ما نكون العملية عملية فقط اقتصادية. برأيي أنا كان صراع بين مادي ولكن أيضا صراع بين منظومتين أيديولوجيتين. الأولى آمنت بسيطرة الرأس المال الكبير على الاقتصاد والفاشية وتفوق الجنس الآلي والبقاء للأقوى، والثانية بنت اقتصادا اشتراكيا بلا رأس مال من أجل الوصول إلى الشيوعية وآمنت بالمساواة بين شعوب العالم وعراقه وتفوق الإنسان في إنسانيته المجردة من الرأس مال. انتصر الاتحاد السوفيتي طبعا انتصار لأساليب الاقتصاد الاشتراكي في تلك الفترة، ولكن أيضا انتصار الإنسان والبشرية جمعاء على آلة الحرب والتدمير في تلك الفترة. وشكرا.